وصقر كأنك نسيت السالفة ولا التناسة؟ شحن سالفتك مع نايف. ما نسيت، بس مجرد ذكر اسمه يجيب لي الهم والغامت. إذا كانت السالفة فيها هم مو لازم تقولها. لا، مدامك سألت وناطر السالفة عادي. نايف إنسان حسود، ما يحب الخير لغيره، يتقرب منك علشان يعرف أخبارك ومشاريعك، وبعدين يسبك ويخطف منك أهم هوى السمع، وبكل صفاقة تشوفه قدامك من باكر ولا كأنه مسوي شيء. معقولة؟ معقولة في ناس كذي؟ وأكثر. إيه بس اللي عارفه كل المشاكل اللي بينكم كانت أسبابها تجارية. تجارية وغير تجارية. غير تجارية؟ اها. شلون؟ كنا أصدقاء مثل ما قلت لك، وما يفارقني دقيقة. كنت أقول لك كل شيء، يعني ما بيننا أسرار. كنت أحب واحدة، طبعا من طرف واحد. تعرف أول ما كان في حبني وأحبك. فتحت في الموضوع، قلت له إني بتقدم لها خلال شهر أو شهرين. كانت كاملة كملة، وأهلها معروفين وأبوها رجل خير. زين، إيش قال لك؟ قال لي الله يوفقك، وزين ما اخترت. بعدين؟ لما كلمت الوالدة اتصلت على أهلها، قالوا لها البنت انخطبت. إيش هالقرادة؟ تدري من خطبها؟ لا تقول لي نايف. نايف؟ ماكو غيره. هل معقولة؟ ومن ذاك اليوم وأنا فيني قهر عليه وحذر منه ورغبة في الانتقام. صحيح أنا رديت لها الصاع في أشياء تجارية، بس لها الحين ما برد قلبي. علشان كذي كل ما صارت لي فرصة إني أذله وأعوره أتمسك وأصر على هالفرصة. وصقر، أبيك تدير بالك، اللي قدر يسوي هذا كله هذا الغدر طبعا. أكيد هذا ما له أمان، ما له أمان أبد.